السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي هي دور سكوت إيغنايت فور. في الجزء السابق شنو درنا؟ كنا افيشينا الفورمياك فاش كنبغي نموديفيو. هنايا كنبغي نموديفيو واحد الارتيكل كيت افيشا عندنا داخل الفورم. دابا قلنا فاش نكليكي على فاليدي خصني نونريجستري ولا نموديفي هاد يعني هاد الارتيكل هذا. فقبل ما نزيدو الفونكسيون ديال الموديفيكاسيون خصنا بعدا نصيفطو، حيت هنا في الفورم هنا في الابديت حيت باش نموديفي ضروري ما خصنا نصيفط الاي دي ديال البوست اللي باغي نموديفي، فغادي نصيفطو هنايا مع الفورم ابديت كنكون كاتيني الاي دي. فدابا غادي نرجعو لعندنا لهنا البوست وغادي نزيدو الفونكسيون ديالنا اللي هي public function updates. وهاد الابديت كيما زدنا في الفورم الاي دي فهي كتستقبل الاي دي اللي زدنا. هاد الاي دي هذا اللي زدنا هنايا هذا هو اللي كنستقبلو هنايا في هاد الفاريابل هادي. بعدا سيدي باش كنستقبلوه فتقريبا نفس الشيء اللي درنا هنايا في السطور غادي نعاودوه تمايا، ما كاينش شي حاجه اللي هي جديده جدا. فغادي نجي وغادي نعاود نكوبي ونكولي نفس الكود، فقط غادي نبدل هنا في بلاصه انسيرت غادي ندير ابديت. وهنايا الابديت كتاخذ الاي دي اللي هو هذا الاي دي هذا. فشنو كنقول؟ كنكري لوبجي من الموديل اللي هو البوست موديل، كنقول بانني غادي نموديفي، كنقول لهذا الموديل موديفي لي الارتيكل اللي عنده هاد الاي دي. شنو غادي نموديفيو فيه؟ غنموديفيو فيه هاد لي شون هادو هما، موديفينا التايتل بداكشي اللي جانا من الفورم، وموديفينا الديسكريبشن بداكشي اللي جانا من الفورم. ونقدروا نبدلو هاد الفاريابل نسميوها ابديتد بلاص داك عدد ونجيو نزيدوها هنا. الى تموديفيا غادي نافيشيو ونديرو لا رو ديريكسيون فيها لاباج اللي هي بوست، ونافيشيو ميساج ديال سوكسي بان البوست راه ديجا موديفي. وإلا ما دازتش غادي تافيشي الايرور سواء اند الفاليداسيون او لا داك الاولد فاليوز اللي سبق هضرنا عليهم من قبل. فغادي نمشيو دابا نتيستيو نديرو اكتواليزي. فنتيستيو الا صيفطنا مثلا ما صيفطناش الديسكريبشن فهو عاود عندنا قالك لو شون ديسكريبشن اي اوبليغاتوار. الا ما صيفطناش التايتل وصيفطنا الديسكريبشن نشوفو غير الاولد فاليو واش خدامه ولا ما خدامهش. فقال لك لو شون تيتر اي اوبليغاتوار بقات لنا داك الاولد فاليو. فدابا الا بغينا نبدلو نديرو مثلا هنا اي لاف هامبورغرز ودرنا فاليدي فودنا البوست وقال لك ارتيكل موديفي افيك سوكسي. وهنايا هامبورغرز اي لاف هامبورغرز ولكن شت الابديتد حيت حنا مافيشين الكرييتد داكشي علاش ما تافيشاتش هنايا. ولكن الا بغينا نافيشيو ابديتد غادي تافيشا. جينا درنا ويريز الاندكس كاين هنا في بوست. فهنا الا درنا ايكو بوست كرييتد او لا بوست كرييتد ات او لا بوست ابديتد ات فضروري ما غيافيشي لنا يا اما فوقاش. فهنايا عندي واحد حيت بحال اللي طيست عليهم. دابا هذا هو المشكل تاع بي اش بي، فكان الجافا سكريبت غادي افيشي واحد فيهم سواء هذا ولا هذا. فانا خدمت بحال اللي زعما خدمت بحال اللي خدام بالجافا سكريبت ولكن هادشي البلان ما خدامش. فغادي نديرو كرييتد كيخالف النال. الا كان كيخالف النال غادي نافيشيو كرييتد اتس، ما كانش غادي نافيشيو ابديتد اتس. الا كانت الكرييتد ات نال يعني الا كانت فيد نافيشيو الابديتد اتس. فهي دابا الابديتد هي اللي مافيشيا. علاش مافيشيا الابديتد؟ حيت الكرييتد فيها النال. وهنا الا كان عندنا الكرييتد راه كيتافيشا الكرييتد. فكنظن هادشي اللي كاين هاد الجزء هذا خفيف ظريف. عجبك هادشي جيم بارطاجيت ابونا في لاشين
في الجزء الجاي غادي شنو دابا درنا، درنا الابديت ياك، في الجزء الجاي غادي نزيدو نطلعو واحد الدرجة واحدة أخرى، فغادي نخدمو بواحد الطريقة اللي هي مغايرة. فإلا شفتي دابا هنايا، فاحنا كيفاش كنريكوبيريو هاد لي بوست، فكنخدمو بالأراي، وهاد الأراي راه كتخليك بحال اللي خدام بالبيور بي اش بي، وهي نوعا ما ماشي بروفيسيونيل انك تخدم بهذه الطريقه هذه ديال الاراي، فخص تخدم بالاوبجيكتس فهمتي. وباش تخدم بالاوبجيكت خصك تزيد واحد اللعبه اللي سميتها الاونتيتي. هاد الاونتيتي الا سبق لك خدمتي بالسيمفوني من قبل راه غادي تكون سبق لك خدمتي بالاونتيتي. فالاونتيتي كاينه في كود اغنايتر 4، فغادي نشوفو كيفاش غنزيدوها في الجزء الجاي، وغادي تسهل علينا بزاف ديال الامور. فغادي نوقف هنا ونشوفو في الجزء القادم.